والله هذا اولا كي نتكلموا على القمح الليين نتكلموا له بسوق اللي حنا كمنتجين تاع الحبوب. علاش؟ اولا النمط الغذائي تاعنا بدلوه لنا. لو كان نرجعوا تقريبا شويه للماضي، الجزائري كان يستهلك اكثر قمح صلب اللي هو السميد والفارين والسميد والعجين تاعو، كان يديرهم من القمح صلب، وثاني يستهلك حتى الشعير. اليوم لقينا المواطن الجزائري يستهلك في الفارينة ويخدموا هذه لا باغيت فيانواز ولا الخبز هذا بكثره. وهنا يا حتى الخبز هذا فيه كلام، كاين مضاربه كبيره في 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 في, في, في العدد نتاع الاستهلاك نتاع الخبز. علاش احنا ما نشوفوش باللي الجزائر يستهلكوا كاع هذا الشيء؟ لانه كل يوم عندنا تقريبا مليون خبزه ولا 10 مليون خبزه تترمى. هذه المجمعات الاستهلاكيه ولا لي ريستورون ولا لي كونتين في الجامعات، نلقاوهم ديما لو كان تروح للسل تاع الاخر تلقى نص كبير تاع خبز راه مرمي، وهذا كله مستورد. وكي ندخلوا في السياسه العامه تاع الانتاج نلقاو باللي الدوله امام حتى على راسها سيد رئيس الجمهوريه يحث الفلاح باش ينتج القمح الصلب. القمح الصلب ما كاش الدول الكثيره في العالم اللي تصنع القمح الصلب، لازم لها عوامل طبيعيه مثل الجزائر باش يكون القمح الصلب ذات نوعيه وذات مردود وبروتين رفيع. حنا في الجزائر تقريبا رانا الرابع ولا خمسه دول عالميين في انتاج القمح الصلب، نقدروا نكثفوا من الانتاج تاعو. اليوم رانا تقريبا في اكتفاء ذاتي من القمح الصلب، نقدروا نكثفوا في الانتاج بفضل كل الدعم اللي جينا من الدوله، ونرفعوا من مساحات الانتاج وننظروا في النوعيه نتاع البذور نتاعنا والمكننه وكذا باش نرفعوا في الانتاج، ورايحين نديروا فائض، وهذا الفائض عوض نبيعوه كحبوب رايحين ندخلوه في الماده التحويليه ونبيعوه للجيران ولا لافريقيا ولا نوردوا به الاسواق العالميه بالليبات بالمقارون بالسميد بكذا. وهنا راح يكون عندنا مدخول زائد باش ندخلوا نشروا الفارينه، وما كاش دوله في العالم اللي تنتج كلشي لروحها، نبيع ونشري. وهنايا الموازات راهي مليحه، وحتى قرار رئيس الجمهوريه المره اللي فاتت قال لهم حنايا لو كان نمشوا المردود تاع 30 قنطار في الهكتار على مساحه 3 مليون هكتار راح نوصلوا ل 9 مليون طن ولا 90 مليون قنطار، وهذا شيء وارد وممكن، ولكن تضافر الجهود كبيره. وحتى رئيس الجمهوريه رانا نشوفوا باللي دار بزاف قرارات، ماذا بينا كل الناس كل اللي لازم يدخلوا كوزارات ولا كقطاعات باش يكونوا جنب اللي جنب الوزاره الفلاحه والفلاح في نفسه باش نوصلوا لهذا المردود اللي تكلم عليه حتى سيد رئيس الجمهوريه. وهذا ممكن جدا، ممكن ما نلحقوش في الاوائل الاعوام الاولى، ولكن بالممارسه والتقنيات راح نوصلوا ممكن 50 60 مليون قنطار انتاج وطني، وهذا تقريبا يكفينا ويجعلنا في اريحيه كبيره، وحتى ممكن نصدروا منه.